ورا ملامحها الهادية بركان من الأفكار والآراء. قلتي مستعدة موت عشان أفكاري. الإنسان هو عبارة عن موقف. يعني أنتي سئلتي مثلاً عن ديانتك مرة؟ لما حدا بيسألكم شو ديانتكم فقولوا سوريا. سوريا مكان فيه أديان، فيه طوائف، فيه أثنيات، لكن فيه كمان متشددين وحملة سلاح، فيه مشاكل، بس المشاكل لا تعني إنه نحن نهد البيت. تعلمتي؟ في ندب بتروح وفي ندب بتبقى، بس الواحد بيتعلم مرة بعد مرة. صعب كون أنا، ما بكون أنا إذا أنا ما حكيت. لما هاجمتي تعدد الزوجات، يعني أنا مو رقم، أنا إنسان. هاجمتي كل النجوم اللي كانوا على عكس رأيك. لأنه أنا مقيمة ببلد، لأنه أنا القذائف فوق راسي. ورجعتي غيرتي رأيك وقلت لهم أهلاً بيكم ومستنيينكم. سوريا للكل، سوريا أم الكل. أنا ما بمنع أمي تشوف أخواتي حتى لو كان في خلاف. شبعنا حرب، شبعنا موت، شبعنا دمار، شبعنا كتير أشياء بشعة. على المسرح مع منى عبد الوهاب، ثالث أيام العيد، الخامسة مساء، على قناة مصر الأولى.